تلسكوب جيمس ويب العملاق، علامة فارقة في التاريخ الفلكي الحديث. قدر تلسكوب جيمس ويب انه يكشف لينا عن عجائب الفضاء والكون الشاسع، وكانت انجازات كبيرة ليه في سنة 2023. من النجوم المظلمة الغريبة اللي بتقول لنا اننا قربنا اكتر واكتر علشان نفهم الغاز المادة المظلمة في الكون، واللي بتشكل 85% من مادة الكون. لسحابة غريبة من النجوم من مختلف الاعمار، نجوم بتتولد ونجوم نشطة شابة، ونجوم بتموت وبتحتضر لأشكال غريبة في الفضاء. إيه قصة علامة الاستفهام الكونية العجيبة اللي صورها لينا جيمس ويب؟ وإيه قصة النيران الكونية المرعبة اللي اكتشفها جيمس ويب في انفجار كوني عملاق من السوبرنوفا؟ بل والقصة الأغرب، جيمس ويب رصد لينا أصغر جسم سماوي كمان. وقصة الكويكب الغريب اللي مش معروف هل هو كويكب ولا مذنب؟ ايه قصة الحلقات اللي بتحيط بالكويكب ده واللي موجود كمان في مجموعتنا الشمسية؟ اذا كانت سنة 2022 سنة استثنائية في علم الفلك بسبب انطلاق التلسكوب جيمس ويب وصدور الصور الاولى ليه، لكن السنة اللي فاتت 2023 كانت سنة انجازات كبيرة لتلسكوب جيمس ويب. أتحفنا التلسكوب العملاق باكتشافات كبيرة، وكأنها إنجازات 10 سنين مش سنة واحدة. اكتشافات قلبت علم الفلك حرفيا، وشككتنا في كتير من نظرياتنا السابقة، بل وشكلت علامة فارقة في علم الفلك والفيزياء الحديثة. ما كانش ضروري جدا ان احنا نعمل فيزياء جديدة بسبب الاكتشافات دي. والنهاردة هنقش معاكم جانب من اغرب الاكتشافات اللي ناقشنا بعضها هنا في القناة السنة اللي فاتت، بس الاغلب منها النهاردة ما تكلمناش عنه قبل كده. وبصراحة ممكن حضرتك تعتبر قناة انفوسفير مرجع لاكتشافات جيمس ويب في العالم العربي، على الرغم اننا ما غطيناش كل الصور والبيانات، لكننا هنا في القناة ناقشنا جانب مهم جدا منها كمفتاح ليك انك تبحث وتقرأ اكتر في المواضيع دي. يلا بينا نشوف مع بعض النهاردة في رحلة شيقة وممتعة وجذابة جانب من الاكتشافات الصغيرة لكنها غريبة، وممكن ما تكونش صغيرة، ممكن تكون اكتشافات ضخمة وهائلة في حياة البشر واننا لسه ما عندناش تقدير كافي لأهميتها. وقبل ما نبدأ بذكرك صديقي المتابع العزيز انك تدعمنا وتنزل حالا دلوقتي تضغط على زر الاعجاب اللي بيحفزنا وتشترك في القناة علشان توصلك اخبار جديدة جدا من تلسكوب جيمس ويب خلال الايام اللي جاية في سنة 2024. ويلا بينا نبدأ. النجوم المظلمة. في شهر يوليو اللي فات رصد تلسكوب جيمس ويب 3 أجسام غريبة ممكن تكون اتشكلت من جزيئات المادة المظلمة. المادة المظلمة اللي افترضها العلماء في القرن اللي فات، واللي بيعتقدوا انها مسؤولة عن تماسك المجرات وان ليها ادوار كبيرة في الكون، وهي اضعاف المادة العادية اللي بنشوفها بعينينا، بتمثل تقريبا 85% من مادة الكون. مادة مظلمة غير مرئية، نقدر بس يا جماعة ان احنا نرصد فقط تأثيراتها في الكون من حوالينا. التلات اجسام اللي بيعتقد العلماء انهم نجوم مظلمة ما ترصدوش في يوليو 2023، بل تم رصدهم في سنة 2022، واعتبرهم العلماء مجرات في الكون المبكر، علشان تظهر دراسات بحثية بترجح انهم نجوم عملاقة في الكون المبكر. بتقول كاترين فريز استاذة الفيزياء بجامعة تكساس بامريكا اننا لما نبص في بيانات جيمس ويب فاحنا قدام احتمالين للاجسام الثلاثة الغريبة دي، يا إما إنها مجرات بتحتوي على ملايين النجوم، يا إما إنها نجوم مظلمة. وعايز تصدق أو حتى ما تصدقش، ممكن يمتلك النجم المظلم الواحد كمية ضوء تعادل كمية الضوء اللي بتصدرها مجرة درب التبانة بحالها بمليارات النجوم اللي موجودة فيها. كنا اتكلمنا في فيديو سابق عن الموضوع دوت، هسيبه لكم ان شاء الله في تعليق مثبت منفصل عن صندوق الوصف علشان ما تتوهش كده انت وبتدور في الحلقة، وكمان ممكن تلاقيها في الايل فوق دلوقتي حالا. علامة استفهام كونية. رصد تلسكوب جيمس ويب في الصورة اللي ظهرت في مايو اللي فات مجموعة من النجوم من مختلف الأعمار، من نجوم بتحتضر وتموت لنجوم شابة وحتى النجوم الوليدة اللي لسه بتتشكل، وكل ده في صورة واحدة ومنظر سماوي بديع وعجيب. بتظهر الصورة اللي قدامك دي زوج مقيد من النجوم الشابة النشطة على مسافة 1470 سنة ضوئية من الأرض في سحابة معروفة باسم هيربيج هارو 46-47. السحابة اللي تم تقدير عمرها ببضعة آلاف فقط من السنين، لكن يا أخوانا النجوم بتتكون في ملايين السنين علشان تتشكل بشكل كامل. هتلاقي في وسط الصورة سحابة برتقالية مايلة كده بالورد، سحابة من الدخان الكوني رقيقة وغير مستوية،
وفي مركز السحابة دي نجم باللونين الوردي والأحمر، ليه حيود وأسهم بارزة كده من 8 رؤوس. انتشرت الصورة دي في السوشيال ميديا بعدها بشهرين لما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جسم برتقالي بيظهر في الصورة قدامك على شكل علامة استفهام، واللي شرحها العلماء وقتها إنها عبارة عن اندماج لمجرتين في الخلفية شوهت بها المنطقة على نطاق واسع، النيران الكونية الملتهبة. بتظهر الصورة النارية العجيبة اللي قدامك دي واللي تم إصدارها في إبريل الماضي بقايا مستعر أعصم بيطلق عليه العلماء اسم ذات الكرسي ألف بالإنجليزية كاسيوبيا A، والموجود داخل كوكبة ذات الكرسي على مسافة مقدرة بعشر سنين ضوئية، بيبعد عننا السوبر نوفا ده تقريبا 11,000 سنة ضوئية. بتكشف لينا الصورة عالية الدقة دي اللي التقطتها كاميرا نيركام تفاصيل معقدة لبقايا المستعر الأعظم ده وقشرة هائلة الحجم من المواد اللي بتصطدم بغاز النجم قبل ما ينفجر. السوبر نوفا ده بقايا لنجم في كوكبة الكرسي، بتعتبر من أحدث بقايا انفجارات السوبر نوفا المعروفة لينا في مجرتنا درب التبانة واللي حصلت من 350 سنة فاتت، وأكيد لها سجل تاريخي بيبحث فيه العلماء دلوقتي. الغبار اللي أنتجه الانفجار بيعتبر مسار اهتمام كبير من العلماء لأنه بيشكل اللبنة الأساسية في بناء الكواكب والحياة المحتملة عليها. العلماء بيعتقدوا أن معظم الغبار الكوني بيتشكل من العناصر التقيلة اللي بتغذفها المستعرات العظمى زي المستعر الأعظم دوت. الصورة اللي تم رصدها بالأشعة تحت الحمراء المتوسطة واللي صدرت في إبريل الماضي تقول لنا أننا ممكن ندرس وبحرفية عالية تفاصيل مذهلة لسوبر نوفا رغم أنه بيبعد عننا 11,000 سنة ضوئية، إلا أنه قريب لينا طبقا للمسافات الكونية الشاسعة، وبتدينا تفاصيل حوالين إزاي المستعرات العظمى بتحصل وأي نوع من النجوم أنتجت انفجار سوبر نوفا زي ده، بل وممكن تساعدنا في معرفة وتحديد وقت أدق لانفجار النجم منكب الجوزاء اللي قالب الدنيا الفترة اللي فاتت، وكنا اتكلمنا عنه هنا من أسبوعين في القناة وفي انتظار بيانات جديدة كده إن شاء الله من تلسكوب جيمس ويب قريب جدا. علشان كده تابع معانا وفعل زر الجرس علشان تتابع الحلقة الجديدة من النجم منكب الجوزاء، واللي وصلتني تحديثات جديدة بخصوصه ودراسات بطلع عليها دلوقتي إن شاء الله هتقلب الدنيا حرفيا لو تم تأكيدها من رصد جديد لتلسكوب جيمس ويب في الشهور اللي جاية إن شاء الله. مصنع النجوم الغريب. في 12 يوليو اللي فات أصدرت وكالة ناسا وبمناسبة الاحتفال بإصدار أولى صور جيمس ويب قبلها بسنة، أصدرت في اليوم ده صورة بتظهر حضانة صغيرة للنجوم على بعد 390 سنة ضوئية من الأرض، واحدة من أقرب السدم اللي بتتشكل فيها النجوم حديثا للأرض واللي بتحتوي على 50 نجم بس. السحب الحمراء اللي حضرتك شايفها في الصورة والمعروفة باسم رو أوف يوتشي بترمز لوجود غاز الهيدروجين الجزيئي واللي بتنور من خلال نفاثات النجوم الشابة من حواليه. النجوم اللي لسه مولودة حديثا مش منظورة ومستخبية في المناطق المظلمة من السديم، مستنية اليوم اللي تنضج فيه وتتولد وتنور المكان وسط السحب الكثيفة دي. الصورة كانت بالدقة الرهيبة دي بسبب عدم رصد أي نجوم ما بيننا وما بين السحابة دي ممكن تشتت الضوء أو تسبب أي تشويه في الصورة، كأن تلسكوب جيمس ويب صور السحابة ديت في المسرح الكوني وكان قاعد في الصف الأول قبل خشبة المسرح، وبالتالي رصد المنطقة دي هيكون هدف متجدد لجيمس ويب كل لما يقرب من المنطقة اللي فيها السحابة دي. جيمس ويب يرصد أصغر جرم سماوي. أبهرنا جيمس ويب برصد الأجرام الفلكية الكبيرة وهائلة الحجم من المجرات العملاقة للثقوب السوداء فائقة الكتلة، لكن العجيب بقى أن جيمس ويب في بداية السنة اللي فاتت 2023 وبالتحديد في شهر فبراير رصد شيء غريب غير متوقع في مجموعتنا الشمسية، كويكب صغير مطمور ومهمل سارح في الفضاء في حزام الكويكبات بين كوكب المريخ والمشتري، صخرة فضائية متناهية الصغر بالنسبة للأحجام الفلكية الضخمة من بقايا تكوين النظام الشمسي وبطول تقريبا ما بين 100 إلى 200 متر بس. طبعا من الصعب على التلسكوبات انها تكتشف الكويكبات اللي بتكون اقل من 2 كيلومتر وعلى مسافة بعيدة، لكن الاكتشاف ده اكد القوة الرهيبة اللي بيتميز بيها جيمس ويب وانه بحق سيد التلسكوبات في العالم ده لحد النهاردة. الكويكب الحلقي العجيب. في اكتوبر 22 رصد تلسكوب جيمس ويب الكويكب الحلقي كاريكلو، والعلماء بيسموه كويكب قنطور يعني كويكب هجين، لان كلمة قنطور بتطلق في الاساطير على الكائن اللي برأس انسان وجسد حصان زي النجم ألفا سنتوري رجل القنطور، وتسمى كاريكلو بالقنطور لأنه كويكب هجين. هو كويكب لكنه بيتصرف أحيانا كمذنب وليه ديل مرئي من الجليد المذاب والغازات والغبار، وكنا اتكلمنا في حلقة قبل كده في القناة على النوع ده من المذنبات، هتلاقي لينك الفيديو في التعليق المثبت. كويكب صغير
بس أكبر من الكويكب اللي اتكلمنا عليه من شوية في حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري. كاريكولو كويكب صغير بقطر 250 كيلومتر وبيبعد عننا مسافة 3.2 مليار كيلومتر في المدار الغير مستقر بين المشتري ونبتون. طبعا جيمس ويب ما قدرش بجلالة قدره أنه يرصد الكويكب الصغير ده نظرا لبعد مسافته عننا وصغر حجمه الفلكي، انما استخدم تقنيه دايما بنستخدمها في علم الفلك لاكتشاف الكواكب البعيده، تقنيه العبور او الاحتجاب، وده لما بيمر كوكب معين قدام نجمه المستضيف ومن خلال مروره بنلاحظ تغير في سطوع النجم. ده بالضبط اللي عمله جيمس ويب علشان يرصد الكويكب ده، بس محتاجين نجم معين كده نركز عليه في نفس مدار الكويكب. عمليه صعبه جدا ومعقدة للغاية، لكن نجح الفريق اللي ماسك المشروع ده من انه يصور مرور الكويكب من قدام النجم البعيد في بداية الشهر، وقدر كمان ياخد لقطة تانية للكويكب بعد شهر من الرصد الاولاني. طبعا ما تمش تصوير الكويكب نفسه، لكن تم معرفة التعتيم اللي بيعمله الكويكب، وده سمح بمفاجأة كبيرة للعلماء. قدر الفريق البحثي من انه يلتقط اطياف الكويكب ويكتشف علامات واضحة على وجود جليد مائي. وفي 18 اكتوبر 2022 مر الكويكب كاريكولو ونظامه المكون من حلقتين امام نجم من النجوم، وكتب الفريق البحثي المختص في البيان انه تم اكتشاف الظلال اللي انتجتها حلقات كاريكولو بوضوح، وده بيوضح طريقة جديدة لاستخدام تلسكوب جيمس ويب لاستكشاف الأجرام السماوية الصغيرة في النظام الشمسي وبالأخص الكويكبات والمذنبات. رسالة هامة، الإنجازات الكبيرة اللي حققها تلسكوب جيمس ويب خلال سنة ونص بس من بدء رصده للسماء أبهرتنا جميعا، وخاصة لو حضرتك كنت متابع لأخبار العلم ده خلال العشرين سنة اللي فاتت. نقلة نوعية كبيرة، المجرات المبكرة اللي اتكلمنا عنها هنا في القناة، واكتشاف أقدم المجرات في الكون، بل والحدث الأكبر إنها كانت مجرات كبيرة وعملاقة في زمن مبكر جدا في الكون، واكتشاف أقدم الثقوب السوداء في الكون، بل وموضوع التوسع الكوني، وإثبات جديد من جيمس ويب لثابت هابل العجيب واللي كان مسار جدل كبير ولغاية النهاردة. كمان الاكتشافات العملاقة للتوقيعات الحيوية ووجود بصمات حياة في كواكب بعيدة عن مجموعتنا الشمسية والكشف عن أصول الحياة في الكون، بل واكتشاف البصمات دي في انفجارات المستعرات العظمى بشكل دقيق وأعمق من ذي قبل، وتصوير مهم لكواكب مجموعتنا الشمسية وفهمها أكتر مما كان عليه قبل جيمس ويب. كلها مواضيع مهمة لو حابين نفرد ليها حلقات منفصلة. اكتبوا لي في التعليقات يا اخوانا ايه الموضوع الاهم بالنسبه لكم علشان كده نتشجع ونعمل حلقه عليه. حسسوني كده انكم مهتمين بالمواضيع ديت في التعليقات، اكتب كده علشان اشوف ايه اهم موضوع فعلا عليه تعليقات كتيره ابدا في خلال الفتره اللي جايه دي على طول. نافذه علميه كبيره فتحها لينا جيمس ويب، ونافذه ايمانيه اعمق لينا بتدلنا على ان الكون كله ده مش مخلوق عبثا، مش ماشي سبهلله كده، كل شيء فيه موزون ومقدر بحكمه عظيمه وقدرة حكيمة. فالفوائد من موضوع بحثنا في الكون من حوالينا أمر واجب على كل إنسان عاقل متأمل في عظمة القدرة الإلهية. حب العلم والبحث العلمي عامل قوة للأجيال والمجتمعات والدول، وعامل روحي مهم جدا، كزاد مهم لأي فرد بيعاني من مشاق هذه الحياة، ولكل فرد حاسس باليأس والإحباط. وإن العوالم الغريبة اللي بنشوفها بأحجامها الهائلة وأحداثها المرعبة وجمال بنيتها الدقيقة والعجيبة بتدخل فينا الأمل في الحياة. قد إيه إحنا عايشين في كوكب مثالي جدا للحياة، وبدل ما نحافظ على كوكبنا ده بيشعل الإنسان الحروب والنزاعات بدل ما ينشر الخير والسلام والمحبة بين الجميع. لكن للأسف هؤلاء الأشرار لا يعترفون إلا بمنطق القوة، والعلم قوة، فاغتنمها أو اجلس وتحصر. كل عام وغزة العام القادم تكون بخير، كل عام وفلسطين في أمن وأمان، كل عام وحضرتكم بخير. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، وياريت بقى تشترك في القناة وتابع معايا الحلقات اللي جاية، وعلى وعد بلقاء جديد إن شاء الله في إنفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.